التنافس على الأذكى في دورة جايتكس هذا العام لا يقتصر فقط على الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية التي استعرضنا العديد من النماذج في سياق هذه التغطية، وإنما أيضا قطاع جديد بدأ يأخذ حصته في السوق. نتحدث عن الويرابلز أو ما يعرف بالأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها. ينضم إلي في هذه الساعة أحمد قاسم مدير المبيعات في شركة إبسون. سنستعرض، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، سنستعرض نحن وأنت أحدث منتجات إبسون. أطلقتم نظارة ذكية أو نسخة جديدة لنظارة ذكية تعرف بموفيريو. هل لك أن تطلعنا على أحدث ما لديك؟ جلبت هذه النظارة معك، يعني تعطينا تفاصيل أكثر. أوكي، أكيد. يمكن بفضل بالبداية نبدأ بالهيستوري على الويرابلز. دفنتلي إحنا تحركنا من أنه يكون في عنا ديفايسز كبيرة لأنه يكون في عنا الموبيليتي أو الأجهزة المحمولة. الأجهزة عم يصغر حجم هذه الأجهزة، فبالتالي فتحت الأفق لأنه يكون تعدد استخدام تطبيقات مختلفة لأجهزة محمولة وبنفس الوقت ويرابل، لأنه ممكن نستخدمها أو نلبسها نستخدمها بالضبط في عدة استخدامات. في بعض التحديات كانت موجودة بهذه الاندستري بالتأكيد، هذا قطاع صناعي كبير جدا، في تحديات كبيرة جدا طبعا لصغر الحجم زي ما احنا بنشوف. هذا عبارة عن، باختصار شديد يعني ممكن أحكي أنه هذا عبارة عن تلفزيون 120 إنش ممكن يكون ويرابل، وزنه ما بيزيد عن 280 جرام، فبالتالي أي شخص ممكن يلبس هذه النظارة. تعطينا صورة ثلاثية البعد، ممكن ندخل على تطبيقات مختلفة، ممكن نشبك واي فاي وكذا. فإجت هذه التطبيقات طبعا مرتبطة ارتباط كامل بالاندستري اللي نتكلم عنها، صناعة الويرابلز أو الأجهزة القابلة لللبس. اليوم في عنا كشركة إبسون، شركة يابانية، شركة إبسون، في عنا من زمان، احنا من فترة طويلة جدا بالبحث والتطوير انه يكون في اجهزه للسبورتس للرياضيين، انه كيف صحيح. طيب في سياق عمليات البحث والتطوير، هذه نسخه متطوره عن نظاره اطلقتموها العام الماضي، كيف كان الاقبال من قبل المستخدمين على ما يعرف بالويرابلز، وما هي ربما بعض العوائق التي تجنبتموها في اصدار النسخه الجديده؟ اهم شيء، اهم اكبر تحدي احنا وصلنا له بهذه النظاره او حلناه بهذه النظاره، انه كان في قبل هيك نظارات ممكن تعطينا شاشة أصغر شوي. المشكلة الكبيرة، التحدي الكبير كان أنه هاي النظارة بتخلينا في ظلام دامس، يعني لازم نلبس إشي شبيه بالخودة مغطى، ما بنشوف أي شيء خارجي خارج الشاشة اللي إحنا بنشوفها، فبالتالي هذا تحدي كبير. لما بكون شخص بيكون بالمطار، هاي مصممة أكثر شيء لناس ترافلرز، ناس بيمشوا برا كتير، عندهم ساعات انتظار أكبر، أو فعيات في العيادات الطبية أو في المستشفيات أو كذا، بالتالي بهمه أنه يشوف كمان خارج الشاشة اللي عنده، خارج شاشة الديسبلاي، خارج شاشة التلفزيون. فهي النظارة التحدي اللي فيها أنه بنسميها سي ثرو، يعني أنا بنفس الوقت اللي بلبس هذه النظارة بحضر شاشة 120 إنش بتحكم فيها من هاي الباد اللي هي بستخدمها كماوس، ممكن أكون شايف كل شيء بدور حولي هون بالصالة، ممكن أكون بصالة مطار، ممكن أمشي. طبعا دفنتلي إحنا ما بدونت ريكومند عادة إنه، أو ما بنشجع إنه شخص يكون ماشي بالشارع ولا بس هدفنتلي عشان إنه نضمن إنه ما يصير حوادث، لكن في الأمور العادية اندور مثلا بالمطار داخل صلاة ممكن أن تكون عملية. طيب سيد أحمد، سنتابع معك، ولكن سأنتقل إلى زميلتي مريم صليبة، أيضا موجودة هنا في جايتكس ولديها المزيد من ما يعرف بالويرابلز أو الأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها. إليك مريم، ماذا لديك؟ نعم مايا، كما ذكرت عدد كبير من المنتجات القابلة للارتداء، منتجات ذكية في عالم التكنولوجيا. أبدأ من هنا، أبدأ من هذا الخاتم الذي يمكن توظيفه كباوربوينت وكوايرلس ماوس لأجهزة الكمبيوتر. هذا الخاتم يمكن أن يتحرك بثماني اتجاهات كما نرى في أي اجتماع يمكن استخدامه. هو خفيف و efficient، يعني كتير ممكن نستخدمه أو كتير ممكن نستفيد منه. بطارية هذا الخاتم تمتد لأكثر من أسبوعين. المنتوج الثاني الذي أحمله هو هذا السبيكر المحمول مكبر الصوت، يمكن تعليقه
بالملابس. أهم ميزة، ربما لدينا الكثير من مكبرات الصوت في الأسواق، ولكن أهم ميزة لهذا مكبر الصوت هو أنه ووتر أو وذر ريزيستنت، يعني ضد العوامل الجوية بكافة فئاتها، إن كان رياح أو رمال أو ثلج أو مياه. إذا هذان المنتوجان لشركة جينيوس تعرضهما في جايتكس هنا. المنتوج الثالث هو ساعة جير أس من سامسونج. هذه الساعة الذكية هي الأولى بشاشة ملتوية قياس بوصتين، سامسونج تقدمها اليوم في معرض جايتكس. الساعة تعمل بشكل مستقل، كما يمكن ربطها بأي هاتف ذكي. ميزات هذه الساعة هي أنها تعمل بالسيم كارد، فيها واي فاي وجي بي أس لتمكين صاحبها من إجراء مكالمات هاتفية ورسائل نصية. طبعا هي تلعب أيضا دور المدرب الرياضي هنا، يمكن التحكم بالرياضة التي مجرد ارتدائها تعطينا كافة التفاصيل لأي رياضة نقوم بها. طبعا هذه الساعة متوفرة تحت الطلب الآن في الأسواق، ولكن في 15 من الشهر الجاري ستتوفر في كافة الأسواق من سامسونج. طبعا لمعرفة هذه أسعار هذه المنتجات، ما لكم إلا تتفضلوا إلى جايتكس لمعرفة أسعارها ومزيد من المنتجات القابلة للارتداء، ربما هي الترند الجديدة في عالم التكنولوجيا وما يقدمه جايتكس هذا العام. عودة إليك مايا. نعم مريم، أستاذ أحمد، يعني أنطلق مما خلصت إليه زميلتي بالنسبة للأسعار، هل هذه المنتجات بدت متوفرة لدى جميع المستخدمين أم ما زالت محصورة ربما بشرائح معينة هي النخبة أو النيش ماركت؟ يعني بعتقد الآن، لو هذا السؤال من سنة كنا حكينا أنه محصورة بالطبقة متوسطة فأعلى. اليوم أنا بستطيع أني أحكي يعني أخبار جيدة لكل المستمعين، أنه هذه الأجهزة أصبحت بمتناول جميع فئات المجتمع، صار في أسعار تناسب جميع فئات المجتمع. طب ما هو البعد الذي تعطيه هذه الأجهزة بالنسبة للشخص الذي يستخدمها من ناحية اختبار العالم من حولنا؟ أول شيء إحنا يعني زي ما حكيت، في جزء كبير من 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 المستخدمين بيكون في عنده وقت، لنقل انه مثلا بالمطارات مناطق ترانزيت او مستشفيات، او عنده تطبيقات حتى تطبيقات طبيه احيانا، فبيحتاج انه يشاهد شيء او يقضي وقت بشيء غير انه يكون. فهذه النظاره بتعطينا جزئيه كبيره اسمها البرايفسي، يعني مثلا انا لو لبست هاي النظاره بحضر اي موفي او خصوصية، ممكن يكون برنامج تعليمي او وات ايفر، بتعطيني خصوصية كاملة، ما في أي حدا ممكن يشوف إيش أنا بحضر بالنظارة هاي إلا الشخص اللي بيكون. طيب سريعا لو سمحت، اتجاهات الابتكار في هذا القطاع إلى أين نحن نسير خلال السنوات القليلة المقبلة؟ نحن نسير خلال السنوات القادمة نشوف أجهزة أصغر من هيك بتعطينا دقة ممكن تكون أكبر، شاشات عرض أكبر، بتعطينا accessibility أو خلينا نحكي دخول على مناطق أوسع. يعني اليوم هذا الجهاز ممكن أدخل منه من أي جاجت أو آيباد آيفون أي سمارت ديفايس، ممكن أدخل من خلال الإنترنت أنزل تطبيقات مباشرة على النظارة لو في عندي واي فاي بالمكان مثلا. فإحنا بنتجه باتجاه بالآخر أنه يكون في عنا دائما شاشات عرض أكبر، صورة أفضل. طبعا حاليا عنا البعد الثلاثي في النظارة متوفر، اللي هو أقصى ما يكون حاليا الميديا اللي موجودة متوفرة. بننطلق بأنه يكون نشوف ديفايسز زي ما حكيت أصغر حجما وأخفف وفعالية أكبر. نعم، وفيها طبعا جزيلاً تطبيقات أكبر. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن أحمد قاسم، مدير مبيعات في إبسون الشرق الأوسط.